كابتن حسن، يعني لو حابب تقول كلمة للاعبتنا غدا في انطلاق كأس الأمم الأفريقية. اللي أنا بحب أقوله للعيبة بتاعتنا، ودايما إحنا نقولهم الكلام ده، أن مصر كلها بقيادتها السياسية، بالمنتخبات، بالأندية، بالجماهير، كلها في ظهر لاعبة المنتخب ومستنين منهم إن هم ياخدوا البطولة الثامنة إن شاء الله. فعشان كده بقول لهم ما تخافوش من أي حاجة، واعملوا اللي أنتوا عايزينه، والعبوا الكورة الحلوة اللي إحنا عاوزين نتفرج عليها، عشان إن شاء الله ربنا هيكرمكم ويوفقكم بإذن الله. إن شاء الله. كابتن حسام، يعني من المرات اللي المنتخب مصر يعني ما شاء الله في كامل في البوزيشن او كل المراكز، مفيش مشاكل. حتى الاثنين لعيبه اللي كانوا ممكن يروحوا زي الشحات ومحمد شريف كانوا يعني كلهم قريبين من بعض ومستوياتهم قريبه، وعندنا لعيبه محترفين في حاله فنيه ومعنويه كويسه جدا. اعتقد ان المنتخب بظروفه الحمد لله ان شاء الله كويسه، وفي نفس الوقت انا عايز اقول ان هم ياخدوا كل مباراه على حده، يعني البطوله في ماتش موزمبيق ثم يفكروا في المباراه اللي بعديها غانا او كاب فيردي. كل يعني البدايه بدايه البطوله عشان توصلها تكسب اول مباراه، ثم ما تفكرش في كل في اخر البطوله، فكر واحده واحده. زائد ان الجهاز الفني اكيد طبعا جهاز قدير وعنده الامكانيات والرؤيه الفنيه الصحيحه والاختيار التشكيل وطريقه اللعب اللي طيب. والتغيير اثناء المباراه. بمناسبه التشكيل بستاذن كابتن سيد عبد الحفيظ يقوم يقول لنا التشكيل المتوقع على البورد لمنتخبنا الوطني غدا. اكتبه يعني؟ اكتبه. توقعي انا؟ توقعك انت. كل واحد هيقول التوقع بتاعه. تقول التوقع رؤيتك. اكتب المتوقع. رؤيتك. لا رؤيه. لا انا رايي الرؤيه بتاعتك يا كابتن. رؤيتي انا بقى؟ اوكي. اديني فرصتي يعني. هديك فرصتك. هديت كابتن حسن يا حسام. هنختم بالكابتن حسن. طيب. كابتن حسن عشان يقول لك كابتن حسن دي طريقه هيقول عليها ويختار اللعيبه. يعني اللي تتوافق مع رؤيتك. مش تتوافق مع رؤيتي. انا عندي رؤيه معينه للتشكيل. طبعا. وبناء عليها هقول والله اللعيبه دي واللعيبه دي واللعيبه. صح. تمام. اوكي. طيب ماشي. اشوف الشناوي. الشناوي. محمد هاني. محمد هاني. حجازي. حجازي. عبد المنعم. عبد المنعم. محمد حمدي. محمد حمدي. هنا دي اللي فيها شويه معاك. يعني في النني، حمدي فتحي، مروان عطيه، وامام عاشور، وزيزو. يعني ثلاثه من الخمسه دول مش تخر خالص، لكن انا اتمنى ان دي فرصه ان انا ممكن ابقى عايز اكسب يعني. تمام. فممكن العب، ممكن العب بحمدي فتحي وإمام عاشور وزيزو. هو مش هيعمل كده، هو هيلعب بحمدي فتحي والنني وزيزو. بس انا اتمنى العب كده. بقول لك انت بتتقطع وانت بتكتب التشكيل. ليه؟ كابتن حسام عمال يقطع فيك، انت حر. بقول له غشاش. هو هيلعب بحمدي فتحي والنني، هيلعب بحمدي فتحي والنني وزيزو، بس انا اتمنى العب بحمدي فتحي والنني وزيزو. ايوه وانا هعمل ايه؟ محمد صلاح طبعا. وهنا مصطفى محمد. وتريزيجي. ده انت اللي كاتبه؟ هو او هنا بقى كده. معلش كاتب حاجه ثانيه خالص. محمد صلاح. اكتب بقى اللي انت عايزه يا كابتن. طيب قول لنا كده التشكيل المتوقع، رؤيه الكابتن سيد عبد الحفيظ، الشناوي، حجازي، عبد المنعم، حمدي، حمدي فتحي، وامام عاشور، وزيزو. دي قلت منك. ماشي. اوكي. زيزو ومحمد صلاح وتريزيجيه ومصطفى محمد. انا بقول لك هو هيلعب بحمدي فتحي والنني وزيزو. هو ده. ما انا بقول لك هو هيلعب كده. انا بقول لك اتمنى العب كده. انا اتمنى العب كده. طيب يلا كابتن حسام اتفضل. يا كابتن حسام اتفضل. يا كابتن بلاش اقوم دخلت اللي انا كنت كاتب. ممكن تنسى الاسماء المتوقع. انا بقول اللي انا بتمناه. في فرق بين المتوقع واللي بتمناه. طيب ماشي. بص هو هو نفس التشكيل يعني. هو يعني انا وجهه نظري ماتش زي موزمبيق يعني لازم تتلعب بالشكل ده. الثلاثه ليه هو عايز تمسح حاجه في لا 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 هو اولا امام عاشور عنده الحته الدفاعيه والهجوميه بشكل كبير يعني موجوده عنده يعني بنسبه كبيره، فدي حاجه ما تلاقيهاش في اي لعيب. نفس الشيء زيزو نفس الشيء بيشتغل الحته الدفاعيه والهجوميه على اعلى مستوى، فدي اي مدرب يتمنى ان يكون عنده الناس دي اللي هم القدره الهجوميه والمهاره والقوة البدنية اللي هو يطلع يهاجم ويطلع ويرجع يدافع تاني
والتمركز بتاع حمدي فتحي للناس المجموعه اللي انت متفق على نفس التشكيل بتاع كابتن سيد؟ نفس التشكيل. نفس التشكيل. خدوا منك يعني. سيبك من كابتن ابراهيم حسن واعمل انا وانت نفس التشكيل. نفس التشكيل هنا ومصطفى وفي تريزيجيه هنا وهم نفس الشيء يعني امام و امام امام و انا هقول لكم بقى التشكيل المتوقع ل وزيزو هما نفس الشيء استوديو يعني. امم افريقيا حنان يعني. نقول لكم تشكيلنا احنا المتوقع بعد ما الكباتن تقول يعني هو كده هو ده احنا دي رؤيتنا بس عشان تبقى الناس تبقى فاهمه ده دي رؤيتنا احنا لكن هو هيلعب بايه انا متخيل ان هروح لو حاطط مروان وحمدي فتحي ممكن والنني حمدي فتحي والنني وزيزو وممكن يشتغل بالشكل ده تمام يلا بس الكلام ده مش مع موزمبيق مش مع موزمبيق مش ان هي بنقلل منها لا هو موزمبيق لان انت بتختار اللعيب اللي عنده انا عايز اعرف لحد دلوقتي رؤيتك للتشكيل ايه يا كابتن قولهم لي بالاسماء هو نفس بالظبط الشناوي محمد حمدي ما غيرتش حاجه محمد هاني وحجازي وعبد المنعم ومحمد حمدي يعني هي ممكن لو هي هيلعب بكده ممكن حمدي فتحي او مروان لكن انا من وجهه نظري امام عاشور وزيزو وتحتيهم ديفندر اساسي اللي هو نمره 6 اللي يكون ممكن يكون مروان عطيه او حمدي فتحي او النني الثلاثه دولت ما فيش خلاف عليهم تمام يعني تريزيجيه بس انا اتمنى ان طول الوقت او بدايه المباراه تبقى فيها تريزيجيه وزيزو طول الوقت يعني تريزيجيه وزيزو اوكي كابتن حسن اتفضل يا كابتن معلم انا ممكن امسح يعني ممكن امسح الكابتن حسن اللي هتقوله كله كابتن حسن احنا موقفين عليه المعلم بنفسه هيقوم يقول لنا التشكيل دي حاجه بقى جامده جدا انا كده عشان برضو خط الكابتن حسن هيبقى ايه حاجه قيمه ده بقى اللي كان بيقف يكسب 3 بطولات ويشرح للعيبه الحمد لله ويقول لهم اتفضل يا كابتن انا هم في تشكيلين اتفضل طبعا الشناوي طبعا هو هيبقى حارس المرمى مش كده الشناوي وبعدين في عبد المنعم وحجازي في النص وبعدين هيبقى فيه اتنين وبعدين هيبقى فيه الباك رايت ورا هاني ما هو هاني نعمل 3 فتوح ولا حمدي؟ ما انا بقول لا ما انا هقول لك هاني وبعدين جنا شمال هيبقى بثلاثة هيبقى في 2 في نص الملعب انا طبعا عشان انا مش محضرهم عشان مش عارف اسميهم بالظبط فيبقى في 2 في نص الملعب 3 ورا و2 في نص الملعب في حمدي فتحي والنني ومروان عطيه ومروان لان انا اخلي فيه ناس مهاجمه عشان دول بعملها كانك انت بتلعب 2 انسايد رايت وانسايد ليفت ايوه فبتخلي هنا دي هاني هنا وتحط هنا لاعب والتاني وفي 2 هنا اللي هم مروان حمدي فتحي نني ولا حمدي؟ حمدي ومروان وفي هنا فتوح ولا حمدي؟ لا حمدي اوكي وهنا هيبقى زيزو ولا لا هنا هيبقى هاني هاني اوكي وهنا حجازي وعبد المنعم و علي جبر لازم على الاقل يبقى في هنا عندك الثلاثه لازم يكونوا طوال والثلاثه لازم يكونوا بيشتغلوا عشان يلعبوا بدماغهم لان انا عارف ان هيبقى في كرات عرضيه كتير مين فيهم هاني سعيد يا كابتن حسن؟ لا ما انا مش عامل لا مش هاني سعيد ده موضوع هاني سعيد ده موضوع انتهينا منه ده كان بقى بيلعبوا بالطريقه القديمه 2008 بس يبقى راجل ليبرو وبعدين معانا الكوره يطلع يبقى نص ملعب ايوه انا بلعب هنا 3 انا حجازي وعبد المنعم جبر علي جبر انت عايز اطوال عاوز اطوال وثلاثه بس تمام وبعدين 4 هنا في نص الملعب وبعدين في 3 قدام هيبقى صلاح حلو دايما صلاح دايما بيبقى ناحيه اليمين على اساس ان هو هيروح عشان يصوب بشماله على البطولات ده وبعدين هيبقى مصطفى محمد هتلعب بتريزيجيه ولا مرموش؟ تريزيجيه
يبقى زيزو بره الموضوع كده. معلش ما في، ما انت عندك، انت عندك هتغير يا كابتن حسام، انت عندك في القايمه 27 لعيب. طب كابتن حسن متفق معايا ان يعني المنتخب موزمبيق ما يستاهلش ان احنا نلعب يعني مع احترامي يعني الشديد ليه؟ لا مش عاوز اقول ما يستاهلش يا كابتن حسام، لكن انت اللي انت لو انت عاوز. لا انا بتكلم القدره الدفاعيه اللي موجوده في نص الملعب والديفنس اللي ورا. ما احنا القدره الدفاعيه ديت ما هي موجوده في هنا. دول موجودين على الطرفين. هو من بيأمن من اول على الطرفين. انا مش بأمن، انا بلعب ثلاثه والاثنين اللي على الطرفين دول هم اللي هيبقوا متواجدين كظهير ايسر وظهير ايمن. وبعدين الاثنين في النص دول بتديهم الحريه ان هم يتقدموا مع الثلاثه اللي قدام. كابتن حسن بامانه كده، مين اللعيب اللي كنت بتبني عليه شغلك في منتخب مصر؟ سواء 2006 2008 2010 كان في لعيب كده عندك اللي بتبني عليه الفكر بتاع الكابتن حسن شحاته؟ انا كنت عايز اقول لك ان ممكن ابو تريكه، بس ابو تريكه ما لعبش معايا الثلاث بطولات. لا ابو تريكه ما لعبش بطوله واحده بس اللي كانت في مصر 2006. لا و2008 هو اللي كسبنا 2008. ايوه هو 2010 اللي جاب الجون الثاني بالظبط كده. فعشان كده ما فيش لعيبه، كنت بعتمد على اللعيبه كلها. وكابتن حسام فاهم الكلام ده، كابتن حسام جاب جون عالمي. وهو طبعا اجوانه كلها جون عالمي. اللي عملها له عمرو زكي. عملها له عمرو زكي، هو سرق الراجل اللي كان ماسكه بخطوة وراح واخدها بصدره وعلى طول في الجون. يعني لو مشي فيها كمان خطوه ما كانش جابها، كانت قطعت فعلا بالظبط، ما كانش جابها. فعشان كده بقول لك ان الاربعه دول هيبقوا في نص ملعب، بدي فرصه للاثنين دول ان هم يتقدموا مع مع صلاح ومع مصطفى محمد، وفي نفس الوقت بيرجعوا دول. هم دول لما يتقدموا يبقى دول هيخشوا جوه شويه كده على اساس ان هم يبقى لعيبه نص ملعب. تمام، بشكرك كابتن حسن. يعني شكرا على واجب حبيبي. رؤيه بطولات وتشكيل بطولات وفكر بطولات 2006 2008 2010. طيب ما هو التشكيل المتوقع لمنتخبنا غدا ان شاء الله؟ ده تشكيل بقى استوديو أمم أفريقيا من خلال MBC مصر. الشناوي في حراسة المرمى، وقدامه حمدي، عبد المنعم، حجازي، ومحمد هاني. نص الملعب النني، حمدي فتحي، أحمد سيد، زيزو، صلاح، وتريزيجيه، ومصطفى محمد. ده التشكيل المتوقع، لكن زي ما قلت فيتوريا النهاردة كان بيحاول يخفي بعض الأوراق. انت كابتن حسام كمدير فني تحب تظهر التشكيل